بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم في درس جديد من دروس مدونة برامج تك لتحميل أحدث البرامج وعرض المشاكل والحلول. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض طريقة إصلاح الفلاشات أو الكروت الميموري اللي هي ما بترضاش تعمل فورميت، يعني في بعض الأحيان تيجي توصل كارت الميموري بتاعك وتعمل عملية فورميت للميموري أو تهيئة، فبيقول لك إن الويندوز غير قادر على عملية التهيئة دي. فدلوقتي أنا لو جيت أوصل كارت الميموري أو الفلاشة معايا، بمجرد ما بوصلها بتظهر لي الرسالة دي. لو جيت اشوفها كده بتكون ظاهرة من غير اي بيانات، زي هنا مثلا كده باين لي 22 جيجا بايت فري اوف 39 جيجا بايت، هنا مش باين اي حاجة خالص. لو جيت تفتحها هيجيب لك لازم تعمل فورميت. طب لو جيت اعمل فورميت فبتلاقي الويندوز ما بيكونش قادر انه يعمل عملية فورميت، وممكن تظهر بعض الرسائل زي الرسالة دي كده، بتظهر جنب الساعة تحت، او تظهر رسالة زي الرسالة دي، او يقول لي ان الديفايس بتاعتك بروتكتد او الفلاش بتاعتك محمية. ده برنامج الخاص بالكروت والفلاشات ان شاء الله، وهسيب لكم الرابط طبعا تحت الفيديو في الوصف بتاع الفيديو مباشرة. هتيجي تختار من هنا داونلود اس دي فورماتر فور ويندوز، طبعا هنا في للويندوز والماك، فانت على حسب نظامك بتختار. انا مثلا ويندوز اهو، فبختار بتاع الويندوز وبتقول له اكسبت على الحاجات بتاعته دي. زي ما احنا شايفين بيبدأ البرنامج في التحميل، ومسافة ما بينتهي التحميل بتفتح الفايل بتاعك. طبعا هوضح طريقة تثبيت البرنامج. طريقة التثبيت ما فيش اي مشكلة، زيه زي اي برنامج سهل، ادوس نيكست نيكست انستول، ما فيش اي مشاكل، وفي لحظات بيتم تثبيت البرنامج بتاع اس دي فورماتر بنجاح على الجهاز بتاعك. طبعا في كذا موضوع على مدونة برامج تك خاص بالكروت والمشاكل بتاع الكروت، وليهم كذا برنامج انصحكم بانكم تدخلوا وتشوفوهم. لو قابلتكم مشكلة من المشاكل دي تقدروا تحلوها ان شاء الله. كده البرنامج اتسبب بنجاح. هتيجي على الديسكتوب هتلاقي ايقونة اس دي فورماتر شورت كات للبرنامج، بتبدأ تشغلها هيفتح معاك على طول بدون اي مشاكل. طبعا زي ما احنا شايفين البرنامج سهل جدا، ما فيهوش اي اختيارات كتير. هنا الدرايف بتاعتك، هنا هو تلقائي مختار الجي اللي هي الفلاشة اللي انا حاططها او الكارت، ولو مش قاريها بتدوس على ريفريش. طبعا انت بتتاكد ان الفلاشه متوصله كويس في اليو اس بي، في المنفذ بتاع اليو اس بي بتاع الجهاز بتاعك. في هنا اوبشنز، في شويه حاجات الفورميت تايب هو عاملها كويك، فالاحسن انك تخليها زي ما هو مختارها، وحجم الفورميت برضو بتخليه زي ما هو اوف، فما تلعبش في اي حاجه خالص، تخلي الحاجات زي ما هي. هنا الفوليوم ليبل لو هتسميها مثلا اسم جرنوشي مثلا، سميها باسمك وبتقول له على فورميت. في لحظات بيتم عمل الفورميت، باكد له ان انا عاوز اعمل فورميت. زي ما احنا شايفين عدد على طول وعمل فعلا عمليه فورميت للميموري بتاعتي، وبقول له اوكي. هنا طبعا التوتال سبيس بقت 37 جيجا بايت بعد ما كان مش قاري المساحه بتاعتها على الجهاز. ولو جيت فتحت الماي كمبيوتر بتاعي زي ما احنا شايفين اسمها جرنوس، الاسم اللي انا كنت مسميه للفلاشة، والفلاشة حجمها اهو 7 جيجا بايت المساحة الخالية في الفلاشة. طب انت عاوز تجرب تنقل عليها اي ملف، لو تيجي مثلا هنا كده، لو هنقل الملف ده للفلاشة زي ما احنا شايفين اتنقل بدون ما يجيب اي رسالة او اي مشكلة الحمد لله. ده بكل بساطة كان شرح لطريقة عمل تهيئة او فورميت للفلاشات او الكروت اللي هي ما بتقبلش عملية اير فورميت او الفلاشات المحمية. وياريت لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد في عالم البرامج والشروحات ان شاء الله خلال الايام القادمة. كان معاكم احمد الجرنوسي من مدونة برامج تيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.